انتم مشكورين في الخدمه تاع الدوله الجزائريه من اجل الدوله الجزائريه وفي خدمه الشعب الجزائري. الله يبارك صحيت. واش راكم مكسبوزيين هنا نشوفوا شويه لا طبيب ولا ماكش طبيب؟ لا عندنا لوفيسي باراميديكال. ايوه جبنا ماتيريال باش نبنى عتاد متطور كذلك يعني من اجل مختلف التدخلات لفائده بيشر المواطنين الجزائريين وكذلك يعني الغرض كذلك من التحسيس كذلك تاع المواطنين من مختلف الاخطاء الاخرى خاصه اليامات هذه تسرب الغاز سجلوا تسربات تاع الغاز كثيره بزاف ان شاء الله ربي كارثه والله ما مشي. هل كاين بلاد في العالم عندهم مشاكل كيما هذه؟ انا والله ما فهمت. واحد يدفي روحه بالطابونه في وسط ايش يعجب؟ رانا نعملوا في اطار لجان حاليا صح. على كل حال توصيات من عند السيد رئيس الجمهوريه والحكومه وزير الداخليه لجان فيها شركة سونال غاز فيها الحماية المدنية فيها المجتمع المدني. دينا قرار في مجلس الوزراء يعني الأمر هذا لأن شيء خطير راهي الوفيات يعني شيء عجب. ربي لا الحمد لله دوكا يعني رانا ندخلوا المنازل تاع المواطنين رانا نراقبوا وفي نفس الوقت نزيدوا نعطي لهم توصيات. بارك الله فيك. واللي عنده الجهاز تاعو ماشي مليح ولا عنده خلل صون الغاز تغلق له حتى يخدم الخلل تاعو. بارك الله فيك. بالنسبه للميديكامون اللي استعملوها مع الوزير في الفعاليات الكبرى كما الشان ديرنييرمون استعملناها في العيادات استعملناها في العيادات اللي كانت على مستوى الملعب الرياضي. دونك عندنا يا يو بوكو دونتورس بوكو فوالا دونك تكون الفرقه تاعنا من طبيب وممرض واعوان شبيه طبيين نقلصوا ليفوكيوسيون تاع نقوموا بالنسيسار على مستوى العيادة تاعنا. منين تشروه انتم هذا؟ شكون اللي يسلمكم؟ هل انتاج محلي ولا؟ انتاج محلي عندنا اللي يجيبوا من عندهم يديروا المارشي. بالنسبة لنا كاين Généralement, les injecteurs que vous utilisez, c'est quoi? C'est des calmants, c'est des... Postement gastrique, anti-inflammatoire, sérum salé, donc prodafal, paracétamol, tout ce qu'il y a.